علاج الاضطرابات النفسية وعلاج الأمراض النفسية قولا واحدا يكون بالأخذ بالأسباب واللجوء لأهل التخصص والعلم، من هم أطباء نفسيين ومعالجين نفسيين ومعالجين سلوكيين وهكذا. طبعا إضافة إلى ذلك التقرب من الله عز وجل والعبادات والأمور الروحية هي شيء يبعث الطمأنينة السكينة جواتنا. أكيد ما فينا ننكر هذا الكلام، أو أكيد من أثبت بأنه أساساً ما في أي تعارض بيناتهم، بالعكس يعني أنا أرى بأنه الموضوع بيكمل بعضه إذا الشخص نفسه بيرتاح في الموضوع. يعني عند حدا بيقول لي أنه أنا عند بصلي بحس نفسي أنه ارتحت وصار في سكينة عالية جواتي، فبقول له أنت لازم أنك تحافظ على هذا الشيء، لأني أساساً هو إشي مكمل لعلاجك. ولكن عند حدا بيقول لي أنه أنا ما بدي أروح عند أهل العلم والطب، ولكن فقط ألجأ للجامع لحتى أدعي لرب العالمين، فأنا بخبرك أنه هذا الكلام هو كلام جهل، هو كلام يجب أن تأخذ في الأسباب. رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء صدق الله العظيم. أيضا أيوب عليه السلام قال ربي إني مسني الضر فأنت أرحم الراحمين. هذا الشيء بخليني أقول أنه دعاء هو شيء كتير مهم ويبعث السكينة والطمأنينة، ولكن من بعد الأخذ في الأسباب وزيارة الأطباء. 100 سلام.